عقد فرع طلائع الباث مؤخرا البرلمان الطفلي الذي تضمن تقديم البرلمانيون الصغار العديد من المداخلات والتساؤلات التي تخص الواقع التربوي والثقافي والخدمي، وتمت الإجابة على أسئلتهم من قبل المعنيين بكل قطاع. للحديث عن برلمان الأطفال في اللاذقية بصرنا نستضيف معنا بالاستوديو رئيس مكتب المسرح والموسيقى في منظمة طلائع الباث باللاذقية الرفيق عمار سلوم. لك سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم جميعا، وانتم بخير ان شاء الله والبلد كله بخير. هلا فيكم. صباح الخير استاذ صباح. يعني بدايه كل عام وانت بخير، رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. نورت صباحنا. خلينا ناخذ فكره بالبدايه عن برلمان الاطفال باللاذقية شو هو. انطلاقا من دور منظمة طلائع الباث في تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة، عملت على إقامة برلمان الأطفال. نعمل على مراحل، نعمل على مستوى المناطق، بعدين على مستوى المحافظة. شمل البرلمان كل قطاعات المحافظة، كل المناطق، جبل الحفة، القرداحة، المنطقة، بالإضافة إلى المدينة. نعم. ايضا استاذ خلينا نحن نعرف من حضرتك يعني شو الهدف من وجود برلمان للاطفال. يعني احنا يعني ذكرنا بالمقدمه هناك تساؤلات كثيره ربما بكل قطاع خاص بالاطفال او ربما بمجالات حياتهم او اهتماماتهم، فالهدف من هذا البرلمان؟ الهدف اول شيء تنميه حس المسؤوليه عند الاطفال. نعم. رفاقنا الطبيعيين انه كل واحد لازم يعرف انه له دور، لانه نحن الاطفال اللي عم نشتغل عليهم هذول هلا هن بالمستقبل راح يكونوا قاده وراح يكونوا مسؤولين في هالبلد. صحيح. اول شيء تنميه حس المسؤوليه عندهم، اثنين ثقافه الحوار، تنميه ثقافه الحوار لديهم، الجراه في التعبير عن ارائهم، تقبل الاخر من خلال الراي والراي الاخر. هالامور هاي بس نشغل عليها وترسخت في اذهان الاطفال، نحن بنكون مشينا خطوه اولى في تنشئه الاطفال، التنشئه اللي بحاجتها الوطن. صحيح تمام. رفيق عمار، يعني ذكرت حضرتك قد ايه ممكن يكون هيك نوع من الانشطه البرلمان للاطفال قد ايه له اهميه لصقل شخصيه الطفل، شو بيقدم بشكل خاص للاطفال وبشكل عام للمجتمع هيك نوع من الانشطه البرلمان، يعني من خلال التفاعل مع المجتمع دول الاطفال اللي عم بيكونوا حاضرين دائما لوجودهم بشخصيتهم الخاصه فيها، كل طفل بشخصيته. البداية من المناطق، لما اللي نحن اشتغلنا على برلمان الأطفال بالمناطق صار انتخابات بالمدارس، هي بتنمي عند الأطفال تنمية الوجود، انه انا موجود، انا لازم شارك. هي شغلة. الشغلة الثانية لما الوقف هو الطفل وبده يحكي عم يعبر عن ذاته بدون اي تدخلات وبدون اي شيء، يعني صار البرلمان نحن قاعدين فوق الكل، والأطفال هني أداروا البرلمان من الباب للمحراب بدون أي تدخلات بدون أي شيء. هالشيء هذا ما بيجي عن عباس، ما بيجي بدون ما يكون عندهم طاقات هالأطفال. نحن لما نعطيهم للأطفال فرصهم هني قادرين يعبروا عن كل المطالبهم وعن كل الشغلات اللي جواتهم. الشغلة الثانية من طريقة الانتخاب بتنمى عندهم حسيت المسؤولية وكمان تكريس مفهوم الديمقراطية، انه انا حقي وانت حقك وهو حقه. فنحن خلاص عملنا انتخاب، نجحت انا خلاص انا صرت ممثلكم عن هالمنطقة ورح انزل ممثلكم بالفرع على مستوى المحافظة. حلو. إذا هذا البرلمان يعني أعطى هؤلاء الأطفال يعني الثقة بالنفس، حس المسؤولية مثل ما ذكرت، وكان هذا الهدف من وجود هذا البرلمان. الهدف الأساسي تماما. فهيدا الشيء كمان بيعزز خلينا نقول أيضا ربما تنعكس على حياتهم الدراسية وأيضا حياتهم الاجتماعية، ومن طبعا خلال يمكن المنافسات اللي بتصير بين الأطفال بأنه ممكن تصير في غيرة إيجابية. هذا الشيء أكيد بتعزز من مستواهم وتحصيلهم العلمي أيضا. فكيف كمان لمستم هذا الشيء مع الأطفال؟ نحن بالتناظر مع البرلمان كان عندنا كمان مسابقات الرواد. كمان مسابقات الرواد تعمل بنفس المبدأ، أنه كمان روح المنافسة موجودة، ووجود الوجود مشروع للجميع.
انه نحن عندنا مسابقات اللي بيفوز فيها هو المؤهل وهو اللي بيتابع المسيره. هل الشيء هذا بيعكس ينعكس ايجابا عند الاطفال انه نحن لازم نتابع بالتحصيل العلمي؟ انا ليش ما اكون مثل رفيقي او مثل رفيقتي؟ ليش هني احسن مني؟ بشو احسن مني؟ هذا دافع داخلي بيصير لدى الاطفال للتفوق والاجتهاد. لانه نحن كمنظمه طلع عباس بالنهايه نحن عم نصقل مواهب لهالاطفال وعم نحاول انه ننمي هالمواهب اللي عندهم لايصالهم للشيء اللي بيرقى فيهم. تمام. تنوعت يعني مداخلات الأطفال المشاركين ضمن البرلمان، خلينا نحكي عن أهم وأبرز هذه المداخلات وكيف تم الإجابة عنها. كانت المداخلات تخص كل قطاعات البلد، يعني أول قطاع مديرية التربية. الأطفال شكوا همومهم، شو عندهم مشاكل، شو عندهم هي بالنسبة للتربية. الأطفال تانيين حكوا مشان الحفر بالطرقات، التلوث البصري، حاويات القمامة الموجودة أمام المدارس، حكوا عن معالجة الأطفال للشؤون الاجتماعية والعمل، إنه شو عم تعملوا مع الأطفال الجنح اللي عم يكونوا عندكم بعد الـ 14 سنة، أنتوا بعد الـ 14 سنة عم تتركوهم، وهي المرحلة حساسة جدا جدا بين الـ 14 و 18، مرحلة مراهقة، هون شو دورها المؤسسة الاجتماعية والعمل في متابعة هالأطفال هذول مشان ما نفتح للمجال إنه ينحرفوا أو يروحوا بمجال ثاني. وبقطاع الكهرباء كمان سألوا عن واقع الكهرباء، يعني جلسة نظامية ومعاناتهم للأطفال انطرحت كلياتها بهالجلسة، وبعدين فتحوا المجال للسادة المدراء وممثلين الوزارات للإجابة عن تساؤلاتهم وطروحاتهم. كيف تمت الإجابة؟ هل في من حلول يعني هل ربما وعود للأطفال؟ كيف كمان بتم التنسيق من أجل يعني إيجاد حل لهذه المشكلات؟ هلا مثلا طالبوا الاطفال بحضور جلسه لمجلس مدينه اللاذقية يشوفوا شو عم يشتغلوا بالمجلس. متابعه حلو. ايه، والسيد رئيس المجلس وعد انه بتتفضلوا باول جلسه بتحضروا وبتشوفوا للاطفال اللي منتخبين يعني الممثلين. ايه، عن زملائهم بتروحوا بتحضروا وبتشوفوا الجلسة بعيونكم كيف عم تصير المداخلات جوا الجلسة. نعم. وطروحاتكم بتسمعوها وبتشوفوها، وهي الطروحات طرحتوها رح تنطرح هناك. حلو. كتب كل سيد مدير كتب المداخلة تبعه مشان المتابعة، وطالبوا هني انه بدنا نحن ردود للرسمية للمداخلات. نعم. اللي عملناها. تمام. رفيق، لو نحكي أكثر عن عملية انتخاب البرلمان، كيف بتتم؟ يعني شو هي الأعمار المناسبة ربما حتى للمشاركة ضمن الانتخاب؟ حتى اللي قدموا مداخلات يعني قد إيه أعمارهم؟ عملية الانتخاب بحد ذاتها كيف بتتم بداية؟ شو شروطها أيضا؟ كانت مثل ما قلت لك بدأت الانتخابات على مستوى المناطق أولا. تمام. صار مثلا كل 4-5 مدارس يجتمعوا مع بعض ويعملوا انتخابات فيما بينهم لانتخاب برلمانيين عن مثلا هالقطاع هذا. انتخبوا الـ 4-5 مدارس، اجوا ممثلين وانتخبوا ممثلون عن هالـ 4-5 مدارس، بعدين القطاع الثاني والثالث والرابع على كل المنطقة، بعدين عملوا انتخاب على المناطق كلياتها. فطلع عندنا مثلا عن جبلة 27 طفل ممثل عن منطقة جبلة، عن منطقة اللاذقية 25 طفل، عن منطقة الحفة 25 طفل، منطقة القرداحة 25 طفل، هي صاروا 100 و100 من المدينة. 200 طفل برلماني كان عندنا بجلسة البرلمان. نعم، يعني هذا الشيء خلينا نقول متميز ربما وجود يعني برلمان للأطفال، يعني قد ما فعلا أطفالنا اليوم هن عندهم وعي على استيعاب يعني الأوضاع والظروف اللي عم بيعيشوها ضمن البلد، فكيف عم تحس مناقشاتهم؟ يعني هل في وعي؟ هل مدركين تماما للأوضاع؟ هل مدركين أيضا أنه ربما هناك تكون يعني توجد صعوبات ربما أو تحديات تواجههم بحل يعني هذه المشكلات؟ كانت طروحات دليل إلهم انه هني موجودين وعايشين الحالة اللي عايشينها الكبار. فالولد عم يراقب ابوه كيف عم يروح وكيف عم يجي وكيف عم يحسن يأمن متطلبات الحياة، هذا الشيء
خلاهم يكونوا تحت بالبرلمان، انه عم ينقلوا معاناه اهاليهم عن طريقهم هن نفسهم. نعم. يعني حكوا عن البطاقه الذكيه، اطفال صغار انه يحكوا عن البطاقه الذكيه، انه شو اشتغلت البطاقه الذكيه؟ طيب عملتوا بطاقه ذكيه، توفر الغاز، توفر الاطفال. حلو. اطفال صحيح، هن عايشين الواقع ايضا. ايه. رفيق. نعم. فنحن بدنا نكفي معك حوارنا حول اهميه طبعا هذا الموضوع، موضوع برلمان الاطفال، لكن رح نروح سوا لريبورتاج لزميلتنا ديما عبد الكريم حول افتتاح جلسات البرلمان الطفلي في دار الاسد للثقافه. الطفولة هنا لها شأن ورأي. نسمع بين الحين والآخر عن إقامة مديرية الثقافة لنشاطات ثقافية ومنها ما يخص الأطفال، وغالبا ما نسمع بها بعد انتهاء النشاط. السؤال، لما لا يتم التنسيق بين وزارة الثقافة ومنظمة طلائع البعث في هذا الخصوص؟ البرلمان الطفلي لفرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية يفتتح جلسته السنوية لعام 2022 في دار الأسد للثقافة والفنون بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية. يحقق جوانب كثيرة مما نسعى إليه في وزارة التربية، بناء الشخصية المتكاملة، القدرة على التعبير، حرية الرأي، الانطلاق والطلاقة في الكلام، يعني أهداف كثيرة تحققها وزارة التربية من خلال هذا البرلمان. فاق الطليعيين هم اليوم أعضاء مجلس الشعب، وهناك أيضا رئيس البرلمان الطفلي، وكانت وظيفتهم ودورهم اليوم هو مطالبة الجهات المعنية بكافة الخدمات التي أثرت على واقع المعيشة، والتي أيضا لهم مطالب أطفالنا الطليعيين، أيضا مطالبهم سواء في المدرسة سواء في الخدمات العامة وما إلى ذلك. كتير خطوة جميلة وحلوة، وعم تعطي انطباع كتير جميل عن أطفالنا اللي عم يقدموا مداخلات غنية بتنم عن وعي وإدراك، يعني أطفالنا للحالة الاجتماعية والحالة الدرسية والحالة التعليمية. لتأتي مداخلات أعضاء البرلمان الطفلي حول العديد من القضايا التربوية والخدمية والثقافية والصحية. رعاية الأيتام وخصوصاً الذكور بدون أهل حتى سن 18 ما يقتصروا على 14 سنة. التنسيق بين شركة الكهرباء ومؤسسة المياه، لأنه لما بتجي المياه بتكون الكهرباء مقطوعة، ما بنستفاد منها بشيء، مو بنستفاد غير دينامو، ما بتجي المي على المنزل. أنا طالبت إنه مش على الكتب المدرسية، إحنا أحيانا عم بيسلمونا كتب مدرسية قديمة مستعملة، فمشان يكونوا جداد مشان نقدر نحل عليها. العمل على تحسين صورة الطفل السوري عالمي من خلال تكثيف البرامج والتقارير الإعلامية حول الأنشطة الطفلية والطفل السوري المبدع المتفوق المحب والذي تفوق على أطفال العالم في عدة مجالات. أنا بدي اليوم أنه يصير عنا نحن لقاحات، ويكون في خطة لحمايتنا نحن من مرض التهاب الكبد الوبائي. البرلمان الطفلي تجربة ناجحة تهدف إلى تنمية الشخصية القيادية لدى الأطفال، وتعزز المصداقية والشفافية لديهم لتكوين جيل قوي يساهم في إعادة إعمار سوريا. يعني فعلا هذه الفكرة يعني على ما يبدو أنها ناجحة، يعني لما بيكون في وعي عند الأطفال يلي هن عماد المستقبل، فهذا الشيء أكيد ممكن يوصلنا لكثير من الحلول، ويمكن ينجح أكثر من اجتماعات ببرلمانات أخرى. فإن شاء الله يعني هذه المطالب عامة، يعني هي مطالب شعب بالنهاية، وإن شاء الله يا رب من خلال أطفالنا فعلا توصل أصواتهم إلى المعنيين وتتم حلول طبعا المشاكل إن شاء الله تعالى. أكيد يعني شيء متميز. اللي أكثر شيء يعني خلينا نقول اللي ميز يعني هيدا البرلمان الطفلي، هل سيكون في كل عام؟ هل سيكون سيعقد أو هل له جلسات دورية كالبرلمانات يعني المتعارف عليها؟ المجلس انعقد السنة الماضية، وموعدنا السنة الماضية كان على أساسنا ينعقد برلمان طفلي تحت قبة مجلس الشعب. فكرة العام الماضي. ومثلا بجميع المحافظات أتم أي طبعا. نعم. أتمت المنظمة كل التحضيرات اللازمة لانعقاد البرلمان في تحت قبة مجلس الشعب.
وبالاخير توقف بسبب جائحه كورونا. تمام. لولا هيك كنا السنه الماضيه طلعنا تحت قبه البرلمان. السنه وعدنا من رفيقنا رئيس المنظمه الدكتور عزات عربي كاتب المتابع والمهتم جدا جدا بادق التفاصيل انه ان شاء الله السنه بيطلعوا اطفالنا وكل اطفال المحافظات الاخرى. هلا المجالس عم تنعقد بكل المحافظات على مستوى المحافظه ليتم اقامه برلمان طفلي تحت قبه مجلس الشعب باذن الله لكل الممثلين عن كل المحافظات. نعم. يعني قديه استاذ عمار يعني مثل هيك نشاط بالنسبه للاطفال وخاصه عم بيكون عندهم فعل لما بيكون في لهم استجابه ورد فعل على هاي المطالب، يعني خلينا نرجع على موضوع الثقه وبناء الشخصيه الاساسيه عند هدول الاطفال، لما بيكون في استجابه قديه ممكن يبني ثقه بين هدول الاطفال والمعنيين يعني بالامور والواقعيه اللي هن طرحوها اليوم، قديه مهم هذا الموضوع وخاصه يعني عم تحاولوا تمثلوا هاي الامور بالمكان المناسب لهذه المطالب مثل ما ذكرت، يعني حاولت تكون بمكان الطلبات اللي قدموها الأطفال. المنظمة بالتعاون مع مديرية التربية والأسرة تمام هن الأعمدة الثلاثة لبناء شخصية الطفل وتكوينه. بهالجلسة اللي صارت عنا يعني الأطفال عبروا عن حالهم بشخصيتهم بعواطفهم بكل شيء. أكيد هو بكل الهدف الرئيسي يعني. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تجاوب السادة المدراء وممثلي الوزارات وإجاباتهم للأطفال كتير عطت زخم للفعالية. الأطفال طلعوا طايرين من الفرح، يعني ردود الأفعال عن الأطفال وأهاليهم بعد انتهاء جلسة البرلمان كان هالفرحة اللي رسمت عندهم. هاي نحن من أول شغلة نشتغل عليها كمنظمة طلع عباس، نحن رسم البسمة على وجوه الأطفال هذا الهدف الأول. اثنين مشاركة الجميع، يعني حق للجميع أنه يشارك وهي فأعطيناهن الفرصة نعملوا انتخابات واللي بينجح بالانتخابات. هاي الانتخابات زرعت عندهم شغلات كثيرة أنه أنا لازم أحب رفقاتي مشان ينتخبوني. تجديد الثقة. تجديد الثقة لك. أنا طلعت وطرحت لكم مشان الكتاب المدرسي لرفقاته مشان ينتخبوا مرة تانية. تماما ذكرت أحد. عرفتي كيف مثلا هاي نحن عم نحكي مثال. طروحاتهم للأطفال كانت موضوعية ولامست الجميع أطفال وكبار. همومهم وصلت لرفاقنا السادة المدراء وصارت بملعب السادة المدراء. ان شاء الله ينجحوا الاطفال يعني من اجل تعزيز الثقه وتوصل طبعا مثل ما ذكرنا اصواتهم ومطالبهم للمعنيين وتنفيذ طبعا كل المتطلبات سواء بما يخص يعني مجتمعهم المدرسي او حتى مجتمعهم المحلي بشكل عام. اهداف ونشاطات المنظمه القادمه ايضا استاذ عمار. المنظمه تعمل كخليط محلي. ما عنا نحن وقفة، كل يوم عنا شيء. كنا عم نشتغل من مع البرلمان بالإضافة للبرلمان كنا عم نشتغل مسابقات الرواد على مستوى المناطق. نعم. كمان أنهيناها أنجزناها ومبارح طلعت نتائج مسابقات الرواد على مستوى المناطق. هلأ بدنا نشتغل على مسابقات الرواد على مستوى الفرع. تمام. اللي تأهلوا من المناطق بدي اللي فازوا مستوى على مستوى المناطق راح يتباروا ب 23 الشهر على مستوى الفرع. والله يوفق طبعا هي على مراحل من مستوى الفرع ايضا على مستوى القطر. نعم. ان شاء الله اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. يعني الله يوفق الجميع مثل ما ذكرت، لكن يعني كمان بدنا ناكد على فكره انه الاطفال بيكون عندهم بعض الاطروحات المميزه ممكن تستفيدوا منها من خلال تجاربهم. أكيد. افكار يعني ممكن تستقوا منها افكار جديده حلول ايضا في بعض المطارح. شخصيتهم القويه للاطفال الطفل عم يراقب شو عم يصير بالمجتمع مثله مثل الكبير ويمكن أدق. صحيح. خصوصا بالجوانب اللي بتهمه كتير كتير بيدقق الطفل. يعني أنت بتقول إيه مثل بعضها خلص بعدين بجيب له هالشغلة أو كذا، هو لا هو ملح. الطفل عندنا ما شاء الله أطفالنا يعني عندهم طاقات وعندهم قدرات هائلة ونحن بإذن الله يعني عم نحاول قدر الإمكان أنه نشتغل معهم وننمي لهم هالمواهب ونريح هالطاقات اللي عندهم بشيء إيجابي بإذن الله.
ان شاء الله يعني اكيد ان شاء الله الله يوفقهم للاطفال جميعا بسوريا ويبعث لهم ايام حلوه. بعد يعني الاطفال كانوا مشاركين امبارح معنا بالبرلمان اعمارهم 11 12 10 سنوات، يعني هدول ولاداتهم كانت ضمن الازمه يعني صحيح. ما شافوا غير الحرب وشافوا هاي، ورغم هيك شفتوا طروحاتهم وشفتوا هاي كانوا كثير عند النظرة للمستقبل انه نحن موجودين. اكيد نحن موجودين، بدنا يتحسن الوضع، بدنا نعيش، بدنا، وهذا حقهم، حقهم اكيد طبعا. هاي الاطفال أكيد. حق الاطفال ان شاء الله يا رب تتحقق كل المطالب صح. اكيد كمان بجهودكم ومتابعه الاطفال يعني لحتى يوصل صوتهم لمثل ما ذكرنا المعنيين ويكونوا فعلا هن عماد المستقبل. بنشكركم جزيل الشكر طبعا على هذا البرلمان او غيره يعني الانشطه بمتابعه اطفالنا سواء كان بمنظمه طلائع البعث او الاطفال طبعا بغير المنظمه، وهذا الشيء اكيد سعدنا انه نحن يكون يعني هيدا الاهتمام، ومن خلال اطفالنا اكيد نحن بنتشكرهم يعني بنتشكر مطالبهم لان هي صارت مطالب بالجميع ان شاء الله يا رب التوفيق. شكرا كثير لك، ان شاء الله تضلوا بخير، وشكرا لكم لمتابعتكم، وشكرا لكل الجهات اللي شاركت معنا بالبرلمان لانجاح البرلمان، وشكرا لكل الناس اللي عطوا زخم للبرلمان لانه البرلمان شيء كبير بالنسبة للأطفال، ومطلب مطالبهم بتمنى أنه نشوفها على أرض الواقع محققة بإذن الله. أكيد بجهودكم وتضافر الجهود مع الأطفال. شكرا لك أستاذ. شكرا لكم جميعا.